فاذا النادي الاهلي في الكره الطائره انا بقول دايما ان هم فريق اي نعم كره طائره ولكن بنكهه كره القدم. كره القدم حققت ارقام كثيره جدا سواء محليه او قاريه، ونتربع على عرش القاره بدون منافس وبدون منازع، بل نتربع على عرش القرن كامل افريقي القرن اللي فات على قمه افريقيا، ونتربع الان في القرن الحالي على قمه افريقيا. ده كره القدم. الطائره نفس الكلام، دايما الفريق ده بنشبهه انه بروح الكره كره القدم. النهارده هيكون معانا الجهاز الفني، او طبعا مجموعه كبيره من الجهاز الفني ومجموعه كبيره من اللاعبين. هنتكلم عن الكواليس طبعا، لان اكيد في صعاب انتم ما تعرفوهاش هنسردها لحضراتكم، وهنعرف قد ايه فرحه الفوز بعد تحقيق لقب غالي. خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا النهارده ونبتدي نعرفكم على الكواليس، ولكن بعد الفاصل.